تقول فضيلة الشيخ إذا لبست العباءة أكون شاذة، وكذلك عندما أضع الغطاء الساتر على وجهي وأسمع كلاما واستهزاء يؤلمني جدا، فهل يصح أن أضع العباءة على الكتف وليس كما أضعها على الرأس؟ وهل يصح لي لبس النقاب والحالة كما ذكر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن لبس العباءة على الرأس أستر وأبعد من الفتنة، وإذا كان هكذا فالأفضل أن تفعل المرأة ذلك. وكونها تلبس عباءة على الكتف مع ستر بقية البدن لا بأس به، لكن بقاؤها على ما كانت عليه من قبل أفضل، إلا أن يكون المجتمع الذي هي فيه تلبس نساؤه العباءة على الكتف فلا بأس. وأما النقاب فلا شك في جوازه شرعا، لأنه كان يستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو أفتينا به اليوم لتوسع النساء فيه كما هو الواقع، ولا تحصل المرأة على ما يجوز من النقاب وهو الفتحة بقدر ما ترى المرأة طريقها فقط، بل تتوسع فيه وتفتح فتحة واسعة تشمل العين والجفن وبعض الجبهة وبعض الجبين، ولا تقتصر المرأة أيضا على أن تكشف العين مجردة عن التحسين بالكحل وغيره. لذلك لا نفتي بجوازه، وإن كنا نعتقد أنه جائز لا نفتي بجوازه، حماية للمرأة من أن تتوسع في ذلك وتكشف ما لا يجوز كشفه. نعم أحسن الله إليكم. فإذا كان كذلك فالأفضل بلا شك أن تستر وجهها كله. نعم.